ترأس قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان القداس الكبير بعنوان من أجل العدل والسلام، والذي أقيم اليوم في استاد البحرين الوطني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التاريخية التي يقوم بها قداسة الحبر الأعظم بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. حيث كان في استقباله لدى وصول قداسته سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الشرف المرافقة لقداسة بابا الفاتيكان. وقد شارك في القداس رؤساء الكنائس المسيحية في البحرين والمنطقة وآلاف من الأشخاص الذين يمثلون 111 جنسية، وبدأ توافد الجموع التي وصل عددها إلى أكثر من 28,000 شخص منذ ساعات الفجر الأولى، حيث اكتظت بهم جنبات استاد البحرين الوطني، والذين تفاعلوا بحرارة مع وصول قداسة البابا على متن سيارة مكشوفة طافت أرجاء الاستاد، حيث حيى قداسته الحضور قبل أن يتوجه إلى المنصة الرئيسية لقيادة القداس، ثم وجه قداسة البابا كلمة أكد فيها على مبادئ السلام والمحبة للجميع. وفي نهاية القداس رفع الأسقف بول هندر المدبر الرسولي لشمال الجزيرة العربية جزيل الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله وللعائلة المالكة الكريمة، كما شكر الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وكل من أسهم في تقديم الدعم لإقامة هذا القداس الذي مثل اليوم فرصة نادرة لآلاف المسيحيين للقاء قداسة البابا على أرض مملكة البحرين. جدير بالذكر أن مملكة البحرين تحتضن 18 كنيسة تمثل كافة الطوائف، وشهدت مملكة البحرين بناء أول كنيسة مسيحية عام 1906 للميلاد، وهي الكنيسة الإنجيلية الوطنية التي تعتبر أقدم كنيسة في البحرين والخليج العربي، فيما شيدت أول كنيسة كاثوليكية في البحرين والخليج العربي عام 1939 للميلاد، وهي كنيسة القلب المقدس. وشهد عام 2021 افتتاح أكبر كنيسة كاثوليكية في المنطقة، وهي كنيسة سيدة العرب التي تفضل جلالة الملك المعظم رعاه الله بمنح قطعة أرض مساحتها 9,000 متر مربع لتشييد الكاتدرائية عليها في منطقة عوالي، وتتسع لأكثر من 2,300 شخص، فيما تتسع الساحة الخارجية إلى أكثر من 6,000 شخص من الزوار والمصلين. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Lo que muchas veces vemos es que cuanto más se busca el poder, más amenazada está la paz. Jesus gives us that same power, the power to love in his name, to love as he loved. Pero atención, la mirada de Jesús es concreta. No dice que será fácil y no propone un amor sentimental o romántico. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed be the name of the Lord. Now and forever. Our help is in the name of the Lord. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go and announce the gospel of the Lord. Thanks be to God.
جموع قفيرة من المؤمنين توافدوا لإستاد البحرين الوطني منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة القداس، وقد أحيا قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان القداس الكبير الذي حمل عنوان من أجل العدل والسلام، حيث أظهر المصلون حماسهم ورغبتهم للمشاركة في قداسة البابا فرانسيس الذي يمثل السلام في العالم. أنا جدا محظوظة لأني قادرة أكون موجودة هنا ويا الكل، وهاي لحظة مرة في العمر يعني تصير، ولحظي صارت في البحرين البلد اللي أنا عايشة فيه. اليوم عندي شعور كتير حلو كبير بالسعادة والفرح أنه أحضر على استاد البحرين الوطني قداس إلهي لقداسة البابا الفاتيكان كل 30,000 شخص، وحقيقة هيك التأثير الكبير كان بحضور هالقداس. الإنجيل والعظة اللي صارت هي حقيقة روح المسيحية، يعني هي السلام. أشكر مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعب على الاستقبال الباهر لسماحة البابا، وأشكر الشعب البحريني على الحفاوة والمودة والحب والمحبة اللي أظهروه بهذا اليوم العظيم. بتمنى الخير لجلالة الملك والإدارة والتنظيم، إن شاء الله على طول نحو الازدهار والتعايش والمحبة. هذا الحدث التاريخي الأكبر سجل أرقاما قياسية من حيث الحضور والإجراءات التنظيمية المميزة التي ستضاف لحقيبة الإنجازات لمملكة البحرين وسط أجواء من الفرح سادت الجميع. بصراحة بحس البحرين بلد تاني لإلي، إذا ما كأنه الأول كمان. عايشين كلنا بألفة بمحبة باحترام، شيء فوق الطبيعة. الله يديم ملك البحرين جلالة الملك حمد. الاجتماع اللي عم بيصير هون مع كل الجنسيات شغلة فريدة من نوعها وملفتة لألنا ولعيالنا كمان، لأنه حتى أولادنا كمان عم بيربوا بهالجو يلي فيه تعددية، ونحن عم نتأمل بهالشي هذا يكون مصدر غنى لألهم كمان ولرفقاتهم. نشعر بالسعادة مع أخواننا المسيحيين، يعني ما شاء الله تبارك الله الاستاد مليان، ونستشعر فيهم السعادة والأمل والحفاوة بهذه المناسبة المهمة وزيارة قداسة البابا. وندل هذا على شيء، دل طبعا على حب شعب البحرين قيادة طبعا وشعبا على الخير والتسامح والتعايش، وأن هذه الأصول هي موجودة في البحرين منذ الأباء والأجداد طبعا. وقد جاءت صلوات القداس على هامش الزيارة الرسمية التاريخية لقداسة البابا فرانسيس للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار، والتي أوصلت رسالة مفادها أن مملكة البحرين ستظل أرضا حاضنة للتعايش المشترك بين أتباع الديانات المختلفة. أعداد قفيرة من المصلين أتوا من كل حدب وصوب، تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف، لتكون مملكة البحرين واحة للسلام والأمن والأمان والاستقرار، وبلد للتعايش بين كافة المذاهب والمعتقدات والأديان. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.